انزين اليوم الجو حامي حامي عندنا حامي هنا في خيمة أماسي. أماسي هي. الهجمة. ها. يوم جت الهجمة على ملدة. ملدة. ها؟ أنا أتذكرها. زين نسيانينها كلامها. ما أدري. نسيانينها بس قابلين كلمة واحدة. أنا عندي جلد ميدان. في ملدة. ها؟ عندك ميدان؟ ايه في ملدة. بس خلاص من نسمع هاي كم اللي عندك نسمع هذا. بعد ما يكمل. اها حلو يلا يلا وش قال ابوي؟ انا هي اول عطنا سالفة هاي الهجمة. هاي الهجمة الله يسلمك احنا يا جماعة من قرية ثانية ونسير إلى قرية ثانية. انزين. لما نسير هذه لازم يكون أهل هذيك القرية ما يعلموا ما يندلونا عشان أنتوا ما يندلونا عشان ندخل القرية ذيك هم ما يندلونا ندق طبل قبلهم. آها الهجمة يعني الهجمة هي رزحة يعني هذا قصدها رزحة. زين ندق طبل قبلهم لأن هم يقوم نحن عاد راحين دور دوري والعالم رقوري والعالم رقوري وإذا عنهم لقونا يعني لقيناهم في ذيك القرية واعيين يعني يحرصونا ترى فاشلة أمورنا. حد مشلنا موشي مشتل الناموشي ومخبرنهم إلا منكم وفيكم مشتل الناموشي ومخبر عاد ذيك القرية. زين هي. ولكن إذا ما حد مخبرنهم لا مكان ما حد هم رقود رقودهم تغزوهم انت انت بتيه وبترزح وبيو بعد مرتي دور دوري. زين عاد المصيبة على من قاموا وسمعوكم انتو داقين طبلكم. عاد إذا نحن قدمناهم كبر عليهم وسوماليه دخلناها بلادكم. شوف كيف غلبناكم هيك غلبناكم. اما اذا كان لقونا من بعيد نحن نبطل ما تحفظ شيء ما تحفظ شيء من هاي والله نسيانها من زمان والله من زمان نسيانها بس كلمه واحده حافظ هناك كان اثنين عندي يقصدوا وانا واحد بياهم على اللقمه جاي واحد. زين هو قاموا يقصدوني ها 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 خلاف قلت لهم انا اقول الفرد ما بين السنين ما يحيد الفرد الواحد الفرد ما بين السنين ما يحيد حتى الطريق يضيع ويبقى مخطور اكيد وكبروا علي قالوا شي الله يعطيك العافيه هاي الكلام منها ما شاء الله هي والوايد زين هي نساه